ساحة بئر إنزران بكرسيف تحولت ضمن فعاليتي الدورة السادسة للمهرجان الوطني للبيئة والثقافة الأمازيغية إلى فضاء مفتوح على مختلف الإبداعات المحلية من منتوجات نسائية تقليدية وأخرى للفن التشكيلي والملابس القديمة، تعكس غنى الموروث الثقافي الأمازيغي والمؤهلات الطبيعية للمنطقة، والتي تسعى هذه التظاهرة إلى التعريف بها وصيانتها من كل أشكال الاندثار. هذا المهرجان كيبغي يبين المؤهلات الطبيعية اللي كتمتاز بها المناطق، وكذلك الإشكاليات المشكل اللي يعاني منه المجال الغابوي خصوصا في المنطقة ديال الكرسيف. أما بالنسبة للأهداف ديال تسنة أمازيغ أو الثقافة الأمازيغية، فأننا بغينا نعطيه واحد تطلع واحد الإزدهار للثقافة الأمازيغية. كما أن المهرجان تضمن ورشة تعليم الكتابة بحرف تيفينا، إلى جانب تنظيم معارض للمنتوجات التقليدية والكتاب الأمازيغي والفنون التشكيلية. بالعمل والتشارك مع جمعية أدرار أننا وصلنا أننا نرسخوا حقيقة غير الصخول الأمازيغية، وما المنطقة كلها أمازيغية وعندها تاريخ عريق وثقافة أمازيغية عريقة عندها إطوارين. الثقافة الأمازيغية بمختلف تجلياتها عكستها العروض والفنية التي تضمنها برنامج هذه الدورة، التي تسعى أيضا إلى نشر قيم التسامح والانفتاح على مختلف الثقافات. المهرجان عنده دور كبير في إتاحة الفرصة للقاء والحوار والتشارك، وكيعطي فرصة يعني للمساهمة في تنمية البلاد وفي الحديث عن المشاكل ديال البيئة. المهرجان الوطني للبيئة والثقافة الأمازيغية الذي وصل هذه السنة دورته السادسة يبقى إذن محطة متميزة تعكس غنى وتنوع الموروث الحضاري والثقافي المغربي الذي تتعدد خصوصياته وإبداعاته الإنسانية والحضارية.